نحس بريك العرس في تونس قداش يتكلم. قلبي قلبي خيتي قلبي قلبي مانيش معرسين احنا شباب توا من التسعينات وانتي طالعه ما عادش فما عرس خيتي. علاش؟ هم عرسوا جماعة 2000 جماعة 2002 و2005 عرسوا. اي ذوك صح عليهم. انتي واش بيكي مش صح عليك؟ انا خاطي صح عليا خلاص قال الراجل جملة. علاش؟ علاش ما فماش عرس؟ فماش عرس. قداش يتكلف هو العرس؟ نقول نتاع واحد زوالي بشكري باها يتكلف 20 مليون. هكا هو الزوالي 20 مليون. النورمال قداش يتكلف؟ اللي عنده دار معناها باش هو باني وعامل كل شيء حتي في 50-60 مليون. ولا بس علي؟ لا خاطي عاد خسرت ياسر فوق. خسرت ياسر فوق. يزي نخزر على قدنا عاد ساقينا نحن. وانت شبيك لتو ما عرس؟ ما عندكش 20 مليون باش تعرس؟ انا مش 20 مليون يعطيني حتى 5 ملايين تو نحلتني في البحر وش مش عرس. وعلاش لو ما عرست؟ فماش رجال بالحق. فماش شنيا؟ رجال. علاش ما فماش رجال؟ فماش رجال. فماش رجال تحب تعرس؟ مش ما فماش رجال، ما فماش رجال تحب تعرس. اوكي. وعلاش ما يحبوش يعرسوا؟ نقول لك انا نخدم 500 ألف نحل بها دار ومراه وصغار ويجيب زي. هو كي يخمم انه باش يعرس كي يجيب الصغير الاول يتسمى سافا، الصغير الثاني يجي في غلطه تفيق بيه كان في الرابعه وفي الخامسه وبعد تقول له لا ما عادش نجم نحيه. علاه؟ حرام ولا حلال؟ وزين اغلبيه الاولاد اللي يطلبوا تلقى من 9 سنين 10 سنين مالكم وين؟ اهاليكم وين؟ ايه ما فيش حتى خطبه على الاقل. علاش الساعه ما حليكش ما شاء الله عليك؟ قداش عمرك؟ 25 نزلت 25. ما تخافش من انك توصل لسن العنوسه؟ علي خاطي سن العنوسه عندي داري عندي خدمتي عندي امي ربي يفضلها لي عندي بابا علي شنو باش نخمم؟ علي شنو باش نخمم؟ ما تخافش لا تبقى بايره وللمجتمع يخزر لك نظره دونيه؟ انا مانيش بايره. شكون قال لك بايره؟ توصل ل 30 40 علي 40 علي خاطي فعلي 40 45 نزلنا 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 صغار. فما امل انك تعرس معنا؟ اي فما امل علي خاطي تنفهم جيبي كبر وحطيني فيه وارتاح مزالش مزال فما امل مزال مادام المراه تنتج وتدخل في مدخول الرجل ينجم يعمل عليها. معناها ما تعرس تويكا كل شيء المراه اللي تخدم شد الدار ما تعرسش؟ لا شد ضربه. علاش هي علاش باش تعرس؟ علاش باش تعرس؟ علاش باش ياخذها؟ ياخذها كل شيء على خدمتها؟ مشات يخذيش على زينها على طبيعتها شبكي يا الاخر باهي ياخذها على زينها وعلى طبيعتها. الزين باش يقعد معاها 80 سنه اخرين طبيعتها باش تقعد هي بيتها. الحب يوفى مع اول صغير ريتك صحيفات العسل الاولانيين العام الاول العام الثاني بقى هاو من بعد يوفى كل شيء. معناها لحظه بر ايش تكلمي باهي دونك انت طويك تقول كل شيء اللي لاباس عليها. ما هو لازم يكون لاباس عليه وهو اللي تكون عنده الدار هو اللي لازمه بخدمته مش الطفله. اي صحيح هو لازمه بدار وهو اللي ما بيقول لك انا نجيب الدار انا نجيب الدار وهي تجيب بقيه الدار. فهمتي تو نهار يخرج كون يصرف الزوج. سامحيني في الكلمه انت تخدمي تخدمي تعرفتي عليه اسمعي قال لك انا ما ناخذ كلمه تشدي دار تشدي دار ولا تقعد ولا تخدمي؟ نبقى نخدم ما هو يصرف. باهي انت علاش تبقي تخدمي؟ انت علاش تبقي تخدمي؟ شو تصرفي لروحك ولا في ما ينقصك حد شيء ولا من الاخر من الاخر الراجل يدخل ربع خبزه والمراه تدخل خبزه من الاخر. الشباب توا 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 في ما بين ال 20 وال 45 المراه تدخل خبزه وهو يدخل ربع خبزه. علاش؟ المراه ولات قادره اكثر من الراجل اكثر اكثر ونهار اللي تقول له سيير راني نحب نقعد في الدار يقول لها علاش دارك وساكك ودارك. يعني هي تخدم يا تشد دربه بتبيع توا. وصلتي قريب تجمل 20 مليون باش تعرس؟ عرس وخيتي شيء حتى الربع نتاعها
ما شميتوش شمي. انا نحب نفهم المشكله انك انت ما لقيتش الفلوس ولا ما لقيتيش الراجل؟ ايه الفلوس موجوده، وقت اللي نحب على الفلوس من الاخر نحب راجل كي يضرب الحيط يدخل خارج فلوس من الاخر، مش مفهم فما شيء. نحكي كل حكيت فلوس معني شكيك. اي باهي نحبك ونموت عليك. من بعد هذيك اختي 14 سنه قالت لي بعد العرس حب انت حرف وهو حرف، شي يوكلكم كما يرحمك المراه اللي قلت شرشاره فلوس. ما نحبوش شرشاره فلوس، اما لبس عليه قدر يعيشني في المستوى اللي نحب عليه، المستوى اللي عايشه فيه انا توا في دارنا الحمد لله. فما اكثر منه بجرام ميساج، ما قلتش نحبوا الفوق الفوق اقل. لا اقل عليه حتى كي تكون تحبوا تموت عليه. لا لا